في ظل تفشي وباء كورونا وسيل المعلومات غير الدقيقة حول التعامل معه، ما أساسيات التعامل مع وباء مثل كورونا؟ ولماذا نجحت دول كالصين في التعامل معه بينما فشلت دول كإيطاليا وإسبانيا؟ ما المراحل التي يمر بها المصاب؟ وكيف يجب التعامل معه من قبل المحيطين؟ وأين وصلت المختبرات العلمية في تجاربها حول العلاج واللقاح؟ في الصالون السياسي مع عمر الشيخ إبراهيم على تلفزيون سوريا.